يعني أهلا أرجع إلى وبركاته. تونس للسيد الجمعي القاسمي. سيد الجمعي، فيما إذا تحققت رؤية أو المؤشرات بأن السيد السبسي هو الذي سيفوز في الانتخابات، كيف تعتقد ستتم خريطة التحالفات في البرلمان التونسي؟ يعني لن أرد على كلام سي أرجوك أن حمدي، تبقى في والقصة محور معروفة ما سؤالي، بين لو تفضلت. خطابين أرجوك أن مختلفين. تبقى في محور سؤالي سيد الجمعي القاسمي. وبالنسبة نعم. لا، هو الذي بدأ ولست لو أنا. تفضلت، نعم. أما بالنسبة إلى طبيعة الخارطة السياسية، أعتقد أنها بدأت تتشكل بالأساس خلال الجلسات الأولى للبرلمان التي تم خلالها انتخاب رئيس البرلمان ونائبه الأول ونائبه الثاني، ثم أيضا على مستوى الاصطفافات السياسية التي تمت خلال الثلاث أيام الماضية قبل انتهاء الحملة الانتخابية، حيث رأينا عددا من الأحزاب السياسية التي أعلنت انضمامها لمساندة الباجي قائد السبسي، باعتبار أن حركته لديه أغلبية في البرلمان الحالي. نعم. لذلك المشهد بدأ يتشكل، وهو مغاير كليا للمشهد الذي ساد خلال السنوات الثلاث الماضية الذي بني على أساس محاصصة متضخمة أدخلت البلاد في وضع كارثي. طيب دكتور، أسألك عن عزوف طبقة الشباب. هنالك من يتحدث بأن لأن صلاحيات الرئيس لا تتعلق لا بالشغل ولا بتوفير فرص العمل ولا بالمسائل الخدمية، وإنما تتعلق بالسياسة الخارجية وبالقرارات الحرب وما إلى ذلك. لماذا عزف الشباب التونسي عن المشاركة في هذه الانتخابات بشكل واضح؟ هو أولا كما هو واضح لا يمثل الباجي قائد السبسي ولا يمثل المنصف المرزوقي أي نوع من الشباب. فالشباب لم يجدوا أنفسهم في المرشحين، هذا واضح على جميع المستويات، لأنه من مفارقات ومكر التاريخ أن الثورة التونسية الشبابية والمتعددة إلى آخره أفرزت مترشحين هما أبعد ما يكون عن الشباب. هذا أول شيء. الشيء الثاني، أعتقد أن مسألة الشباب تنسب نسبيا، في تحدثنا عن هذا في المرة الفائتة، فمثلا في بعض الأحزاب في الانتخابات الأولى مثلا الرئاسية الأولى. نعم. كلامك صحيح أن الرئاسية لا تمثل سلطة قوية، لأنه السلطة نسبية لأنه النظام برلماني أو برلماني مشترك، ولكن كذلك بعض مثلا في الانتخابات الأولى أنصار حمل همامي مثلا اللي هو مثل الجبهة الشعبية كان عدد نعم. كبير منهم من الشباب. هناك بالنسبة للحركة الإسلامية معروف في تونس أن الحركة الإسلامية شبابها يميل أكثر إلى التوجه السلفي أكثر منه إلى التوجه آخر. فلا نعم. في مقاطعة الانتخابات، ويبقى أنه الشباب عملية التحسيس بتاعهم فيه شغل شبابي على مستوى المجتمع المدني، ولكن الشباب انخراطه في العملية السياسية مازال، لأن الطبقة السياسية نسبيا هي طبقة لو تأخذ جميع الأحزاب كل هذه الأحزاب يقودها أناس من الماضي نسبيا أو من الماضي النضالي، مثلا حركة النهضة تقودها الماضي نعم النضالي من الحكومة ومعارضيها. طيب، ولكن سيد عادل، ألا تعتقد بأن تونس مقبلة مثل ما هي مصر؟ هنالك حركات شبابية باتت تؤثر في الواقع السياسي، حينما وجد المصريون بأنهم أمام خيارين في مرحلة ما، بين رجل يمثل الإسلام السياسي وبين رجل يمثل المرحلة التي ثاروا ضدها. هنالك نقطة مهمة في هذا المجال، وهو اللاعب المهم الذي ربما أوجد هذا النوع أو هذا العزوف الشبابي هو اللاعب الإعلامي، الخطاب الإعلامي. هنالك لاعب في المشهد السياسي والانتخابي التونسي اسمه الإعلام، لعب منذ الثورة التونسية لعب دورا مغايرا لكل مسارات الثورة، وكان لاعبا منفردا يغرد خارج السرب، حتى أن الحكومات المتعاقبة فشلت في السيطرة على هذا الناخب وعلى هذا الفاعل الأساسي في الحياة السياسية، ولم تستطع أن توجهه إلى حد الآن. هذا
الناخب الذي يرفع كلما أتت مناسبة من المناسبات السياسية إلا ورفع بطاقة حمراء. أيها التونسيون، عليكم أن تختاروا بين الإرهاب والموت والفوضى، وأن تختاروا بين حق العيش والأكل والأمن والاستقرار. هؤلاء يرفعون الأمن والاستقرار، وهؤلاء يرفعون الفوضى والإرهاب. وبالتالي هذا بمعنى أن هنالك محاولة لصنع الناخب وتهيئته ودفعه إلى انتخاب شيء معين. الشباب التونسي عندما وصل إلى هذه الحال شعر بنوع من الإحباط، من اليأس، فلذلك لم يجد كما قال الدكتور نفسه لا في هذا الخطاب ولا في ذلك، وإنما وجد نفسه كما لو أنه يصارع طواحين الهوى، فاختار الخروج العزوف وذهب إلى المقاهي وإلى الشوارع. وأنت تعلم حتى في الإحصائيات الموجودة أن كثير من الشباب التونسي حتى في عهد الثورة ربما تزايد عدد المقبلين على الانتحار، وذلك بعد التقارير تتحدث بأن المنتحرين في عهد الثورة ربما فاقوا الذين في السابق، وهذا نتيجة ما قيل إنه إحباط للشعارات التي رفعت، شعارات الحرية والكرامة ورد الاعتبار والتنمية والشغل. فإذا بالمجتمع التونسي بدل أن يلبي هذه الطموحات فإذا به يصارع كابوسا مجهول المنشأ، طيب. هو كابوس الإرهاب وصناعة وما يسمى بصناعة الإرهاب. أبقى معي سيد، دعنا نتابع بعض آراء التونسيين من داخل مراكز الاقتراع ومن الخارج أيضا وتطلعاتهم لما بعد الانتخابات. حاجة تحسب لنا في التاريخ، معناتها هذه الانتخابات الثانية، معناتها الدورة الأخيرة لاختيار رئيس الجمهورية. إن شاء الله رحنا اللي فيه سلاح للبلاد، إن شاء الله ربي يكتبه، وإن شاء الله ربي يتعدى على خير، وإن شاء الله الأمور كل لاباس وتونس لاباس، ومن غدوة نصبحوا نبداو صفحة جديدة. فرصة للتونس باش يعبروا على اقتراحاتهم ويشوفوا فهمتي شكون فهمتي الرئيس نتاعهم. إن شاء الله أنا قمت بواجبي، إن شاء الله ننجحوا، وإن شاء الله مستقبل قدام أولادنا. وقت الراجل يعني واحد انتخب يعني في بلاد، وديما إن شاء الله عندي ما احنا ننتخبوا، مش يعني يقولوا أوك رجال كبار، وكان رجال كبار ننتخبوا، حتى يعني ليجون عندي ما ينتخبوا. ولازم احنا نتطوعوا باش ننتخبوا بلادنا باش نلقاو رئيس جديد يحكمنا، شفتوا احنا ليجون نحبوا على مستقبل باهي وخدمه باهيه وكل شيء. حاجه تحسب لنا في التاريخ، معناتها هذه الانتخابات الثانيه، معناتها الدوره الاخيره لاختيار رئيس الجمهوريه. ان شاء الله رحنا اللي فيه سلاح للبلاد، ان شاء الله ربي يكتبوا، وان شاء الله ربي يتعدى على خير، وان شاء الله الامور كل لاباس وتونس لاباس، ومن غدوه نصبحوا نبداو صفحه جديده. فرصه للتونس باش يعبروا على اقتراحاتهم ويشوفوا فهمتي شكون فهمتي الرئيس نتاعهم. ان شاء الله انا قمت بواجبي، ان شاء الله ننجحوا، وان شاء الله مستقبل قد. أعود مرة أخرى إلى السيد الجمعي القاسمي الكاتب والصحفي. سيد جمعي، أخذ على المرشحين بأنهم خلال حملتهم الانتخابية ويعني في حينما اقترب موعد الانتخابات بدأت الحملة الانتخابية لكلا المرشحين تتوجه بشكل سلبي للآخر، يعني تركوا البرنامج وتركوا الوعود وإنما بدأوا يفككون الحملة الأخرى، هل نجحوا كلاهما في هذا المسعى؟ لا، باعتقادي أن الخطورة تكمن في أن المرشحين استعمل خطابا تحريضيا دفع بمنسوب العنف اللحظي إلى أعلى مستوى، وصولا إلى مسألة تهديد الوحدة الوطنية من خلال إحياء نزعات قبلية وأخرى عشائرية أو جهوية هنا وهناك، مما دق ناقوس الخطر في البلاد، وبالتالي تحركت الأوساط السياسية ومعها الهيئة العليا للانتخابات وكل أطياف المجتمع المدني لمطالبة المرشحين بوقف مثل هكذا خطاب الذي لو استمر لكانت تداعياته خطيرة على الوضع العام في البلاد. لكن مع حسن الحظ أن المرشحين التزما خلال اليومين الماضيين بنوع من التهدئة ساهمت بإجراء الدور الثاني من الاستحقاق بالهدوء الذي لمسناه اليوم.
نعم سيد الجمعية القاسمية الكاتب والصحفي، كنت معي من تونس العاصمة، شكرا جزيلا لك. دكتور عمري، هل تعتقد بأن الغرب القريب من تونس، فرنسا إيطاليا وما إلى ذلك، أو بريطانيا وأمريكا أيضا، أرسلوا رسائل تفيد بتشجيع أحد المرشحين في تونس؟ اعتقادي الخاص أن الغرب القريب كما ذكرته ليس لديه اعتراض على المرزوقي، وليس لديه اعتراض على السبسي، لأنه في نهاية التحليل الاثنان يمثلان ما يمكن أن يسمى بالمتوسط السياسي أو الوسط السياسي، ويمثلان نوع من الاستمرارية وليس نوع من القفز للمجهول بالنسبة للغربين القريبين. نعرف أن هناك محاولات مدة سنوات كثيرة لإنتاج نوع من الإسلام السياسي الوسطي الملائم ربما الذي يمكن يتزاوج مع الديمقراطية، وحركة النهضة هي النموذج في هذا. نعم. خاصة من ناحية الولايات المتحدة الأمريكية والمرزوقي. نعم. ولأنه لم يكن لديهم مرشح ولكنهم فعلا دعموا المرزوقي، فالمرزوقي يمثل هذا من ناحية. طيب. نعم. بالنسبة للباجي نفس الشيء، هو لديه علاقات قوية ولا يمثل قفزة للمجهول، إما معناها من ناحية السيد عادل الحامدي، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا التصعيد في التشدد الإسلامي وخصوصا في الجارة ليبيا أثر على وضع السيد المرزوقي باعتبار أنه كان حليفا للإسلاميين؟ يعني ربما أكون أنا أختلف معك في هذا التقييم، وربما أيضا الذي يتحدث عن أن المرزوقي حليف الإسلاميين قد يكون مخطئا. لماذا؟ أول شخصية سياسية وجهت سهاما نقديا للإسلاميين أو لتجربة الإسلاميين في الحكم في الترويكا هو الرئيس المنصور المرزوقي، كان ذلك في إعلان صريح في خطاب، ولكنه كان حديدا لهم في الترويكا، هو كان حليف الترويكا، لكن هو الذي وجه نقدا لاذعا لحركة النهضة وقال بأن ممارسة حركة النهضة في الحكم ربما تذكره بالتجمع، وأن هنالك خوف من تغول حركة النهضة على مؤسسات الحكم، وكنت أحد المعلقين وقلت بأن الرئيس المنصور المرزوقي قد أصاب الحقيقة، وأن هذا النقد في محله، وأن التوازن مطلوب، وأن هذه المرحلة مرحلة شراكة سياسية وتوافق سياسي من أجل العبور إلى المرحلة الديمقراطية الثابتة. نعم. نعم. وقد نال ذلك من علاقة المرزوقي بحركة النهضة، وظلت قنوات التواصل بين المرزوقي والنهضة لعدة أشهر مقطوعة، بل إن بعض المصادر الموثوقة تتحدث عن أول لقاء حصل بين المرزوقي والشيخ راشد الغنوشي كان هنا في لندن عندما أتي معا لاستلام جائزة هنا من بريطانيا حول الشراكة بين العلمانيين والإسلاميين في الحكم. وبالتالي الاعتبار أن المرزوقي هو حليف الإسلاميين فيه نوع من المراجعة. النقطة الثانية، هل أن المرزوقي يتحمل مسؤولية أو ربما يدفع ثمن علاقته بالإسلاميين فيما يتصل بليبيا أي الوضع في ليبيا؟ المرزوقي لا يتحمل المسؤولية، والمرزوقي قد قاد وساطة وذهب إلى الأمم المتحدة واقترح أن يكون هو الوسيط لحل الأزمة في ليبيا، لكن أطراف أخرى إقليمية أخرى. نعم. لم تسمح لهذه الوساطة بأن تذهب بعيدا، وهنالك بعض الأطراف. طيب. المعروفة هي التي حالت دون نجاح الوساطة التونسية، بل وتحول الآن. نعم. حتى الآن تحول دون الوساطة الجزائرية، بدليل أن الجزائر إلى حد الآن لا تستطيع أن تجمع الفرقاء الليبيين، مع أنها عملت أو أجرت اتصالات مع كافة الفرقاء الليبيين، ولكن هناك أطراف سيد عادل معروفة وصلت تريد إفشال الفكرة. الجزائر في أنا الوسط. أشكرك، وصلت الفكرة. طبعا التونسيون المقيمون في المملكة المتحدة توجهوا إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بجولة الإعادة والتي أقيمت خارج تونس، وأشار مراقبون إلى أن نسبة الأقبال كانت ضعيفة في المملكة المتحدة، وأوضحوا أن لا خروقات جرى تسجيلها في هذه الانتخابات، وأن العملية جرت بكل سهولة ودون معوقات.